بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملتنا في إنجيل متى إصحاح 10. وصلنا لآخر جزء في إصحاح 10 اللي بدأ بكلام ربنا يسوع له المجد عن إرسالية التلاميذ، يعني دعا الاثناشر وأرسلهم اتنين اتنين وعلمهم يقولوا إيه ويعملوا إيه. وانتهى الإصحاح بكلام ربنا يسوع له المجد: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وشرحنا حكاية السيف أنه في يد الأعداء ضد المسيحيين مش في يد المسيحيين. وقال لنا ساعتها: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. في ناس تحب تمشي وراء ربنا يسوع طول ما الدنيا سهل، أول ما تجي سيرة الصليب والاضطهاد، الألم، التجارب، السهر، الصوم، الصبر، الاحتمال، يبتدوا بقى ايه تراجعوا. في ناس عاوزة تمشي وراء ربنا يسوع من غير صليبه. انما ربنا يسوع له المجد واضح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. احنا ما نعرفش المسيح بدون صليب، والصليب بالنسبة لنا على الارض شوية التعب اللي بنتعبه، انما هو ذاته يتحول الى اكليل ومجد في السماء. ده الإيمان اللي احنا عايشين به. فاللي بيطلب انه يخلع صليبه او يترك صليبه على الارض كأنه بيقول لربنا: انا مش عاوز اكمل معاك في السماء. من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. ليه؟ لانه ان كان ربنا له المجد وهو القدوس البار شال الصليب من اجلنا نحن الخطاة، يعني يبقى مش كتير ابدا ان احنا الخطاة نشيل الصليب من اجل المسيح. والا ما نستهلوش يستحقني، يعني ما نستهلش ان يكون ربنا هو يفدينا ويبدلنا ويتصلب عشاننا، واحنا قصاد كده نستخسر نتعب عشانه ونحتمل لاجله. من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجل يجدها. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجل يجدها. يعني إيه الكلام ده؟ في واحد يبقى كل همه أنه يتمتع بحياته على الأرض ويعيش يومين مرتاح في الدنيا. اللي بيدور يلاقي حياته بالمعنى ده بيضيعها. يعني اللي عاوز يأكل ويشرب وينام ويرتاح في الدنيا وبس، ده بيضيع حياته من غير ما يحس. هو بيقول: أنا لقيت نفسي. لقيت نفسك في إيه؟ وجدت حياتي في الراحة، في الغنى، في المركز، في الكرامة، في مديح الناس، في الشهوات. من وجد نفسه أو من وجد حياته يضيعها. ومن أضاع حياته من أجلي، العكس بقى. واحد جاي على نفسه، جاي على أكله وشربه، جاي على راحته، جاي على ملذات الدنيا من أجل المسيح. وده معنى آخر للصليب. الصليب يعني إيه؟ يقول معلمنا بولس: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يعني بتوع ربنا يسوع بيحبوا صليبه، فلو ما لقوش صليب جاي عليهم لوحده جاهز كده، هم يصلبوا أجسادهم مع أهوائهم وشهواتهم، يمتنعوا عن الخطايا، يتعففوا، يتنسكوا، يزهدوا في الدنيا، يترفعوا وينشغلوا بربنا أكتر. وهو ده معنى من أضاع حياته من أجل يجدها. في واحد يخاف على حياته، فيخاف يصلي، يخاف يصوم، يخاف يقرب من ربنا، يخاف يتكلم عن ربنا، على اعتبار يلاقي نفسه، يحمي نفسه، وكده بيضيع نفسه. وفي واحد تلاقوه يضيع حياته من أجل المسيح، يتكلم عن ربنا، يشهد لربنا، يتعب لربنا. يقولوا له بالراحة شوية، يقول: لا، أنا هعيش كم مرة، أنا عاوز العمر كله يتقدم لربنا.
أنا مستعد أضيع حياتي من أجله. إن كان ربنا يسوع له المجد قدم حياته لنا، إيه الكتير إن إحنا نقدم حياتنا لربنا. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. يبقى ما زلنا في كلام ربنا يسوع مع تلاميذه، أداهم الوصايا، هيقولوا إيه في كل بيت، هيدخلوا كل قرية يعملوا إيه، لو رفضوهم يعملوا إيه، لو قبلوهم هيعملوا إيه. قال لهم أرسلكم كحملان وسط ذئاب، لو ابتدوا يضايقوكم ويحكموكم ما تضطربوش، أعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. كلام اللي هتقولوه في الأذان سيسمع يوما على السطوح، ما تخافوش. من يعترف بي قدام الناس اعترف بي قدام ملائكة أبي في السماوات. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، نتيجة الكرازة والبشارة. في الآخر بيقول لهم من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. يعني قبول الناس للتلاميذ كأنهم قبلوا المسيح نفسه. قبولهم لكلام الرسل عن ربنا يسوع له المجد يبقى كأنهم قبلوا المسيح. ولما يقبلوا المسيح يبقوا قبلوا الله الحقيقي، لأن الكتاب المقدس بيقول من له الابن له الأب أيضا، ومن لا يحب الابن لا يحب الأب أيضا. يعني اللي يرفض ربنا يسوع يبقى بيرفض ربنا، لأنه المسيح يقول أنا والأب واحد، ما ينفعش تفصلهم عن بعض. فربنا يسوع يقول من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. يبقى البيوت اللي هتتفتح للكرازة، والناس اللي هتفتح ودنها وقلبها الكلام الرسل، كأنهم شافوا المسيح وقبلوه بنفسه، وبالتالي قبلوا ربنا. ومن يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ. التلاميذ في أول خدمتهم طبعا حاسين إن هم مش قد الكرامة دي، يروحوا فين في ربنا يسوع له المجد وفي الأنبياء في اعتقادهم، يجوا ايه جنب إيليا وأرميا وأخنوخ. إنما ربنا يسوع له المجد عاوز يديهم الكرامة بتاعتهم، فقال لهم اللي هيقبلكم باسم نبي، يعني هيبصلكوا بصة النبي، هيتعامل معاكم باحترام لأن انتوا رسل، مهما كانت ضعفاتكم مهما كانت محدوديتكم. من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ. يعني نظرتك لرجل الله هي اللي بتحدد أجرك. في واحد يبص للكهنة يعني بعدم احترام وعدم تكريم ويقول دول بيعملوا بيسووا، مش هتاخد أجر لأنك ما أكرمتهمش كرجال الله. أنت يعني مالكش دعوة بضعفاتهم. ربنا استخدم أنبياء فيهم ضعفات، استخدم أبائنا الرسل فيهم ضعفات. إنما قال لنا كده من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ. لو أكرمت رجل الله لأنه من طرف ربنا، الإكرام ده غالي عند ربنا. هو بقى حياته إيه، ضعفاته إيه، ما تبصش على الحتة دي، بص على كرامته. قديس أغسطينوس له تعبير جميل يقول إن كنا نخاف ممن يعينهم البشر فكيف لا نخاف ممن يعينه الله. يعني إحنا بنعمل خاطر وقيمة واحترام ومكانة كبيرة للوزراء وللملوك وللمسؤولين، طب دول عينوهم بشر اللي ربنا اختارهم يبقوا رجاله، لازم ياخدوا كرامة أكتر، لازم نقبلهم كمن يقبل المسيح نفسه. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ. في العهد القديم مثلا في امرأة اسمها المرأة الشونامية، ست طيبة لكن كانت تنظر لرجل الله أليشع النبي نظرة كلها إكرام، وقالت له أنا هعمل علية كده في البيت عشان وانت معدي ترتاح عندي. بسبب هذا التكريم والهيبة اللي ادتها الرجل الله، ربنا بارك بيتها وادها طفل بعد سنين كتيرة من العقم وفرح. ولما تجربت في ابنها بعد سنين وابنها مات من أجل رجل الله وإكرامها الرجل الله، الولد دقى من الموت. نفس اللي حصل قبل كده مع إيليا النبي، بالرغم أنه إيليا وإليشع بشر ولهم ضعفات،
لكن هي بتبص لهم بمنتهى التكريم والاحترام. امرأة صرفت صيدة أضافت إلي النبي في بيتها وميزته عن نفسها وعن ابنها. كانت الدنيا مجاعة وإلي قال لها عملي لي كعكة، وقالت له ده الحكاية ما تكفيش يعني، قال لها عملي لنا الأول. فهي أكرمته وعملت له هو، فربنا بارك في بيتها وفي الزيت وفي الدقيق وفي المية، وبقت عايشة على حس وجود رجل الله في بيتها. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخص، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخص. في واحد تقي تلاقي ناس تتريق عليه وناس تجله وتحترمه وتاخد بركته وتطلب شفاء صلواته. اللي ما بيحترموش ما خدش حاجة، ضيع فرصة. اللي بيعامله باحترام وإكرام وهيبة ويطلب شفاعته ده واخد بركة كبيرة. من يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. يعني هنا تعتمد على إيمان الشخص اللي بيتعامل مع الأنبياء والرسل والأبرار. من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. يعني إيه؟ يعني التلاميذ دول هيعدوا في البلاد وهيعطشوا من العرق والحر. في ناس هتبص لهم كده وتقول مش دول بتوع ربنا يسوع له المجد، يقدموا لهم كوباية مية ساعة كده عشان يشاركوهم في الخدمة يساعدوهم في تعبهم. اللي بيعمل كده كأس ماء بارد لهذا التلميذ باسم تلميذ على انه من تلاميذ المسيح لا يضيع أجره. يعني تصوروا اللي هيقدم كوباية مية لواحد بيخدم ربنا لأنه خادم ربنا، أجره ما يروحش عند ربنا، كان بالأولى أجر من يخدم. يعني إذا كان ربنا عمل خاطر وكرامة لكوباية المية اللي هتتقدم لواحد بيخدم ربنا لمجرد أنه بيخدم ربنا، طب يا بخت اللي بيخدمه ربنا، ده الحكاية بقى أضعاف أضعاف. من سقى أحد هؤلاء الصغار، يعني حتى لو خادم صغير، حتى لو شخص مبتدئ، حتى لو إنسان يعني بيخدم لكن على قده صغير، كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، مجرد كوباية مية بارد يعني مش متلاجة، ما كانش في تلاجات زمان، إنما كأس ماء يعني يروي العطشان، باسم تلميذ على إنه بيخدم ربنا فالحق أقول لكم لا يضيع أجره. إذن ربنا من اتضاعه بينظر لأصغر خدمة الواحد بيقدمها، ويحب يكرم تلاميذه جدا، يحب يكبرهم يديهم نعمة. يعني الرسل دول كان أولهم كلهم مليانين ضعفات، كلهم يعني من الفئة اللي يعني ملهاش كرامة في المجتمع، إنما بدلها يخدم ربنا يكبرهم ويديهم كرامة ويعملهم كده على مستوى الأنبياء والأبرار. يبقى ربنا يسوع له المجد ختم إصحاح 10 بأنه رفع من قدر التلاميذ وسواهم بالأنبياء والأبرار، وقال لهم ده اللي هيخدمكم عشان انتوا تبعي ده أجر كبير عندي، واللي هيقبلكم عشان انتوا من طرفي أنا أدخل بيته وأباركه ويبقى ربنا يملأ حياته. كل دي كرامة للرسل اللي بيخدموا مع ربنا. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. يبقى إصحاح 10 كله كان الفصل التلمذة بتاع ربنا يسوع له المجد، وهو بيبعتهم بيقول لهم يعملوا إيه ويقولوا إيه. انتهى في أول إصحاح 11 لما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. واحد يقول طب ما هو لسه ربنا بيعلم ويكرز، كان ايه لزوم يبعت التلاميذ يعلموا ويكرزوا؟ طب ما انت لسه يا رب بتخدم، يمكن ده كان يحصل بعد صعودك. ربنا يسوع وهو بيعلم وهو بيكرز كان فرحان ان تلاميذه يعلموا ويكرزوا. اولا عشان يعلمنا مبدأ ان ربنا يسوع ان كان هو له كل المجد المعلم الاول يحب يشرك تلاميذه في التعليم وفي الكرازة ويحملهم المسؤولية. يبقى الواحد فينا هو بيخدم يفرح قوي
أن الخدمة نضاف لها خدام وأباء ومعلمين. ليه؟ لأن الحصاد كتير. وده مش معناه أن الواحد هيبطل يخدم، بالعكس يستمر في خدمته وهو شايف خدام كتير بتزيد كل مادة. كمان ربنا يسوع له المجد ما زال يعلم ويكرز، لأنه هيفضلوا يتلمزوا عليه فيلفوا معاه ويشوفوا اللي هم بيقولوه زي اللي هو بيقوله، اللي هو بيعلم بيه زي ما هم بيعلمه. ساعات الواحد يتهيأ له أن الخدمة سهلة والكلام عن ربنا سهل، إنما لما يجي يجرب يلاقي الحكاية مش سهلة، عاوزة نعمة وعاوزة صلاة. يوم يرجع تاني يتلمز تاني ويبص تاني للمعلم ربنا يسوع، كنت بتقول إيه؟ كنت بتعلم إزاي؟ فربنا بعد ما تلمزهم شوية بعتهم وكمل تلمزتهم، تلمزة ما بتقفش. محدش يجي يقول أنا تعلمت كل حاجة، ما فيش حاجة كده في الحياة الروحية. الحياة الروحية تلمزة طول العمر، نمو بلا حدود، تفضل تتعلم من ربنا لآخر لحظة في عمرك. واللي بيخدم يفضل يبص على المسيح له المجد، إزاي كان بيخدم، إزاي كان بيكلم مع الناس، إزاي قدم نفسه ذبيحة من أجل خلاص الكل. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يوحنا المعمدان في الوقت ده كان دخل السجن قبل استشهاده بفترة، لأن هيرودس حطه في السجن بسبب تبكيت يوحنا الهيرودس. كان يقول له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. حسب الشريعة هيرودس كسر الشريعة وأخذ امرأة أخوه، وأخوه كان عايش وجعلها زوجة له لنفسه. طبعا ده كسر للشريعة، فيوحنا كان يقول له: لا يحل لك، ويجاهر بهذا الرأي. فهيرودس لما تعب منه وبسبب زن هيروديا امرأة الشريرة سجن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان له تلاميذ، تبان في أوائل الأناجيل مثلا في مرقس 2 لما يقولوا راحوا لتلاميذ المسيح يقولوا له: لماذا يصوم تلاميذ الفريسيين وتلاميذ يوحنا أما تلاميذك فلا يصومون؟ معنى كده كان في تلاميذ اسمهم تلاميذ يوحنا المعمدان. أغلب تلاميذ يوحنا المعمدان اتنقلوا بقوا تلاميذ ربنا يسوع، بما فيهم يوحنا الحبيب نفسه، بما فيهم أندراوس. أغلب الرسل كتير منهم كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، لكن فضلت قلة قليلة من تلاميذ يوحنا المعمدان مرتبطين به حتى بعد ما تسجن، ومش عاوزين يمشوا وراء المسيح لتعلقهم بيوحنا المعمدان. فيوحنا المعمدان هو شخص ممتلئ بالروح القدس وعارف ان ساعته قربت، عاوز يحول تلاميذه كلهم على المسيح. ففضلوا 2 ملاصقين لي، فيقول ارسل 2 من تلاميذه وقال له: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني جاب التلاميذ في السجن كده وقال لهم، طبعا ربنا يسوع بيعمل معجزات في كل بلد فكل الناس سمعت عنه. فقام يوحنا يقول لتلاميذه ايه؟ روحوا اسألوه: هو انت الاتي؟ الاتي لقب مشهور من القاب المسيا او المسيح. اليهود يسموا المسيا الاتي، عشان كده يوم حد الزعف نقول مبارك الاتي باسم الرب، وفي كل قداس نقول مبارك الاتي المسيح قصاد عينينا. فالاتي لقب، عشان كده يوحنا المعمدان في اول خدمته الناس راحت تساله: انت هو الاتي؟ قال لهم: لا مش انا. طب ما هو جه، لكن هو مش مقصوده بها كصفه، لا دي صفه مميزه لشخص منتظر. انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ الاتي هو المسيح المخلص، وكل اليهود فاهمين اللغه دي وعارفينها. فيوحنا المعمدان عشان يبعت تلاميذه على المسيح قال للتلميذين اللي فاضلين: روحوا اسألوه، روحوا اسألوه: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ محدش من أباء كنيستنا القديسين الأوائل وهو بيقرأ الجزء ده أو يفسره شك لحظة أن يوحنا ممكن يكون بيشك. ليه؟ كل الأباء المفسرين كيرولوس الكبير وأغسطينوس وذهبي الفم قالوا يوحنا المعمدان ده امتلأ من الروح القدس من بطن أمه،
شاف الروح القدس حالل على المسيح يوم الثئوفانية يوم الغطاس، وهو نفسه شهد وقال الذي أرسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس. إذن يوحنا شهد للمسيح وقبله، ومن بطن أمه سجد له لما كان في بطن أمه إليصابات، سجد للمسيح في بطن العذراء. هل يجي بعد الأيام دي ويشك وهو لسه هيقول عليه المسيح دلوقتي أعظم مواليد النساء؟ احنا لا نشك في أن يوحنا شك، لا ما نحبش التفسير ده. إنما يوحنا بعد تلاميذه مش شك في المسيح، لأن لسه مرتبطين بيه وهو هيمشي خلاص، جت ساعته، هيرودس هيقتله بعد شوية. فحابب أن التلاميذ يرتبطوا بالمسيح قبل ما يمشي، ودي من أمانة يوحنا المعمدان في خدمته. يعني هو اتسجن خلاص، خلص رسالته وهيروح السماء، لكن لآخر لحظة عاوز يكون أمين مع المسيح له المجد. عشان كده في يوحنا 3 لما جم يغيظوا يوحنا ويقولوا له اللي انت عمدته الناس كلها مشيت وراه، قال لهم من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فيقف ويسمع أفرح. يعني أنا صاحب العريس، هو العريس مش أنا، فأنا واقف فرحان جدا لما بتقولوا لي الناس كلها مشيت وراه. طب ما هو ده المطلوب، طب ده أنا رسالتي كده كملت، إذا فرحي قد كمل، ده أنا خلصت رسالتي. لو الدنيا كلها مشيت وراه ده هي دي صلاتي ودي أمنيتي ودي رسالتي في الحياة. أنا قلت لكم أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. إذا كانت الناس ارتبطت بالرب يسوع له المجد، يبقى أنا كده كملت رسالتي. فهنا يبان أمانة يوحنا أنه لآخر لحظة عاوز يسلم تلاميذه عشان يبقوا تلاميذ المسيح. وهنا حكمة الخادم في من يتعلق به، يعني دول تلاميذ اتعلقوا بيوحنا، لكن هو لأنه بيحب ربنا بصدق وأمين في خدمته مش حابب التعلق ده، لأن التعلق ده هيعطلهم عن الارتباط بربنا. ساعات يحصل كده أن شخص يتعلق بالخادم اللي خدمه أو بالكاهن اللي بيخدمه أكتر ما يتعلق بربنا يسوع. تبقى شطارة الكاهن أو الخادم أن يحول هذا التعلق إلى المسيح، زي ما قالها يوحنا المعمدان ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. ده الطبيعي بقى، أن ربنا يسوع مكانته في حياة كل الناس تكبر، ومكانة الخدام اللي خدمونا تاخد حجمها الطبيعي، بقاش في تعلق. لأنه لو تعلقوا بيوحنا ويوحنا مات ممكن يضيعوا، ممكن يتوهوا، ممكن ييأسوا، ممكن يتذمروا. إنما ربنا يسوع له المجد قدوس لا يموت، فاللي يتعلق بيه خلاص مفيش خوف عليه أبدا. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ده يعبر عن الإيمان اليهودي. اليهود الأتقياء عايشين انتظار دائم، انتظار المسيح، انتظار الآتي. كل الأبرار في العهد القديم عايشين مستنيين على رجاء أن يأتي المخلص ويخلصهم. فهنا كلمة أنت الآتي أم ننتظر بتعبر عن روح العهد القديم كله، متى تأتي يا رب؟ فهل أنت ولا مش أنت؟ لكن ده السؤال يوحنا عارف إجابته. فأجاب يسوع لما راحوا ربنا يسوع له المجد، قعد يعمل معجزات ومردش على السؤال، وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. روحوا انتوا قولوا ليوحنا اللي شفتوه. حكمة ربنا يسوع وكأنه متفاهم مع يوحنا، يوحنا عاوز يحاول التلاميذ على ربنا يسوع. لو ربنا يسوع شهد لنفسه ما بيحبش كده المسيح، فهو دايما يقول ايه أعمالي تشهد لي والأنبياء بيشهدوا لي والآب بيشهد لي، لكن أنا لا أشهد لنفسي. فربنا يسوع بدل ما يقول لهم أيوة أنا هو الآتي، قعد يعمل معجزات قصاد عينيهم وقال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي انتوا شفتوه واللي انتوا سمعتوه. العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون
وطوبى لمن لا يعصر فيه. الكلام ده هتلاقوه في أشعياء، واضح قوي على صفات المسيا، صفات الآتي، هتلاقوه في أشعياء 61 بيوصف المسيح الآتي هيعمل ايه. فالآية دي مأخوذة من أشعياء، ودول يهود مذاكرين. فقال لهم طب روحوا قولوا ليوحنا، مش شفتوا العمي بيفتحوا والعرج بيمشوا والبرص بيخفوا والموتى بيقوموا؟ روحوا قولوا له كده. يعني ايه؟ يعني الإجابة واضحة وصريحة، من هو الآتي إلا الذي يفتح أعين العميان ويقيم الموتى ويشفي الأبرص والشياطين يخرجوا على أيديه؟ هو ده صفات المسيا المنتظر، هي دي الأعمال الآتي. فهم فاهمين، عشان كده قال لهم وطوبى لمن لا يعصر فيه. طوبى لمن لا يعصر فيه معناها ايه؟ يعني يا بخت اللي ما يشكش، يعني الحقيقة واضحة ومعلنة، يا بخت اللي يصدق. قدام عينيكم اديكم شفتوا عشرات من المعجزات تنطبق على كلام الانبياء. يوحنا المعمدان نفسه بيقول كده، بيشهد لي. طب روحوا بقى، روحوا جاوبوه على سؤاله، هل هو الآتي ام ينتظر اخر؟ ربنا يسوع له المجد عمل الأعمال اللي ادعم إيمانهم. يجوز الاثنين دول بالذات لسه فيهم شك، لسه معصرين. معصرين ليه؟ لأن بيحبوا يوحنا المعمدان وكانوا يتمنوا يبقى هو المسيح. لما تسأل يوحنا أنت هو الآتي؟ قال لهم لا. أنت هو النبي؟ قال لهم لا، أنا مجرد صوت صارخ في البرية، لكن يأتي بعدي من هو أقدم مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، هذا يعمدكم بالروح القدس والنار. يوحنا المعمدان بيقدم لنا مثل جميل لخادم عظيم بيحب ربنا يسوع جدا، وشعاره في الخدمة ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. عامل في حسابه أن الناس هتنساه، وأن أقرب التلاميذ هيمشوا يسيبوه وهو هيسيبهم، وده مش مزعله، بس عاوز يطمن ان كل تلاميذه ارتبطوا بالمسيح عشان لما يمشي يبقى مرتاح، ان كل اولاده تعلقوا بالمسيح. دي رسالة كل اب وكل خادم وكل واحد بيحب ربنا، انه يهتمش ان الناس تتعلق بيه، ان يتعلقوا بالمسيح له المجد. وربنا يسوع له المجد شهد انه هو الآتي بأعماله. العمي يبصرون. طبعا لو خدناها زي ما خدوها الآباء القديسين بالمعاني الروحية، احنا كمان عمي محتاجين الآتي لكي نبصر. احنا كمان عرج مش واخدينها جد، بنمشي كده نعرج، محتاجين الآتي، المسيح الآتي يقوم أرجلنا عشان نمشي بشكل مستقيم. البرص دايما علامة النجاسة، يطهرون. الصم يسمعون، احنا ودنا تقيلة، بنسمع كلمة ربنا وكأننا ما بنسمعش، محتاجين ربنا يفتح الودن والقلب. الموتى يقومون، فينا موت الخطية، محتاجين ربنا يسوع يقومنا من الموتى دي. المساكين يبشرون، يعني احنا عندنا احساس باليأس والخوف من الموت والدينونة ومسكنة كده، ربنا جاي يدينا بشارة، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لمن لا يعصر فيه. ما زالت هذه الشهادة باقية لكل الأجيال. من أتى إلى عالمنا يشفي العميان ويقيم الموتى ويبشر المساكين ويطهر البرص إلا ربنا يسوع له المجد. طوبى لمن لا يعصر فيه. يا بخت اللي يصدقه، يا بخت اللي يقول له حقا أنت هو الآتي، وينفعش حد تاني يأتي ليخلصنا، يخلصنا من كل الغلب اللي عندنا، كل مشاكلنا وهمومنا وآثار الموت اللي في حياتنا ربنا يسوع بيشيلها. فهل ننتظر آخر؟ حاشا. الإجابة واضحة وصريحة، قد قبلنا الآتي فلا ننتظر آخر، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو أتى إلينا ليقيم موتانا ويشفي مرضانا وهكذا. وبينما ذهب هذان راحوا التلميذين يروحوا ليوحنا في السجن يقولوا له. ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا. ربنا يسوع له المجد بدأ يتكلم عن يوحنا بعد ما مشوا التلميذين، زي ما قال واحد من الآباء، لئلا يحسب تملقا، لحسن يفتكروا ان هو ايه، يعني
بيشيد بيوحنا المعمدان لأنه بعد تلاميذه، فبعد ما مشوا التلميذين شهد المسيح ليوحنا المعمدان. إن كان يوحنا شهد للمسيح أنه بالحقيقة ابن الله وقال هذا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فالمسيح بنفسه شهد ليوحنا المعمدان أنه أعظم مواليد النساء. وهنا يبان بقى مستوى الصداقة اللي بينهم. يمكن ما حدش خد لقب صديق دي زي يوحنا المعمدان. في العهد القديم خدها خليل الله أبونا إبراهيم، وخدها موسى النبي لأنه قال كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه، لكن تنطبق أكثر ما تنطبق على يوحنا المعمدان لأنه قال على نفسه صديق العريس. صديق العريس. ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ الناس قبل خدمة ربنا يسوع كانت طلعت البرية أفواج بالألفات تشوف مين يوحنا المعمدان ده اللي الدنيا كلها طلعت تتفرج عليه. قال لهم: إيه اللي خرجكم البرية؟ ليه كلكم طلعتوا جري تشوفوا يوحنا المعمدان ده؟ طلعتوا إيه؟ واحد بيوعظ؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح، أصل في البرية تلاقوا عود قصب كده يمشي مع الريح يمين وشمال. طبعا القصبة بتبقى ضعيفة وتتحرك لأنها مفرغة من جوه. فربنا يسوع له المجد عاوز يقول يوحنا المعمدان مليان من جوه، إنما في معلمين كتير قوي رؤساء كهنة وكتبة وفريسيين زي قصبة تحركها الريح، شوية هوا يزقهم يمين وشمال، يمشوا على كل طيار، أي شهوة تهزهم، أي مديح أو ذم يحركهم يمين وشمال. إنما يوحنا المعمدان لا يفرق معاه مديح ولا يفرق معاه ذم. الناس انبهرت بيه وعظمت فيه وقالت عليه المسيح، قال لهم: لا أنا مش المسيح. والناس في الآخر أهانته وقتل على يد هيرودس وظل شاهدا للحق. ده جبل، ده مش قصبة تحركها الريح. ماذا خرجتم لتنظروا؟ طلعتوا البرية تشوفوا إيه؟ قصبة بتعمل كده؟ طبعا ده يعني إشارة للمعلمين السطحيين اللي موجودين في الجيل ده اللي هم تحركهم الريح، يعني بيرضوا الناس في كلامهم. ولكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ الكلام هنا فيه كأنه استنكار من المعلمين اليهود الكذبة. دول قاعدين لابسين بقى اللبس الغالي وقاعدين على كرسي موسى يعلمه، وهم أساسا فاضيين من جواهم، ويمكن بيعلموا تعاليم الناس مش كلام ربنا. هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك، يعني اللي عاوز كده بيدور على بيت ملك. ولكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ ثلاث مرات يسأل السؤال ده: ماذا خرجتم لتنظروا؟ كأنه عاوز يقول لهم انتم تحكموا، ايه اللي حرك قلبكم تسيبوا الهيكل بكل المعلمين اللي فيه وتطلعوا الصحراء في الجو الصعب تدوروا على كلمة من يوحنا المعمدان؟ ايه اللي حركهم؟ ده مش لانه غني ولا انه في بيت ملك ولا انه لانه لابس ثياب ناعمة. انتوا بقلبكم عرفتوا ان هو ده صوت من ربنا. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. طبعا دي كلمة كبيرة قوي لما تطلع من ربنا يسوع له المجد، شهادة عظيمة جدا. عشان كده احنا بنعتبر يوحنا المعمدان بعد أمنا العذراء في الكرامة على طول نبي وأعظم من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه، ده المسيح بيتكلم عن يوحنا: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. دي في ملاخي، نبوة ملاخي آخر نبوات العهد القديم إصحاح 3 يقول: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي. يعني الوحي الإلهي استخدم كلمة ملاك على يوحنا المعمدان من كتر نسكه وزهده وتقواه وحياة الصلاة اللي فيها، كأنه ملاك ماشي على الأرض. ها أنا أرسل أمام وجهك، الخطاب للمسيح له المجد، يعني الوحي بيكلم المسيح بيقول له أنا هحط طلع قصاد وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك. يهيئ طريقك تمشي مع نبوة أشعياء
صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، يهيئ طريقك قدامك. دي رسالة يوحنا، أنه بيرصف السكة قدام المسيح. كمان يتقدم موكب الملك، وأي ملك؟ إذا كان ده ملك الملوك، أعظم ملك، يبقى لازم يطلع قدامه أعظم إنسان على الأرض وأعظم نبي في التاريخ. ده الطبيعي. إذا كان اللي جاي ده ملك كل الملوك، يبقى يتقدمه أعظم الأنبياء. وعشان كده يوحنا المعمدان هو أعظم نبي، شهادة المسيح، وآخر الأنبياء في العهد القديم. الذي يهيئ طريق قدامك. كيف هيئ يوحنا الطريق؟ بكلمة واحدة، توبوا. صرخة توبوا اللي طلعت منه كأسد، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، رصفت الطريق قدام المسيح. كل جبل ومرتفع انخفض، وكل منخفض ووطاء ارتفع، وصارت المعوجات سهلة. يعني الدنيا اتظبطت بالكلمة دي. الناس كلها خافت من كلام يوحنا وانزعجت، وخدت موقف من حياتها، وراجعت عن خطاياها، وكشت من مجيء المسيح، واستعدت للقاء المسيح. كل ده بشخص واحد، يوحنا المعمدان. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريق قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. عظيمة الشهادة دي. يعني أعظم شخص تولد من بطن أمه على الأرض يوحنا المعمدان. لعل أحد يظن أن المسيح كده حطه أعظم منه فقال إيه: ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. يعني إذا قورن المسيح بيوحنا، طبعا يوحنا نفسه قال: لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه. لكن كثير من الآباء المفسرين، آباء الكنيسة الأوائل، خدوا الآية دي مش بس على المسيح له كل المجد، لأنه أصغر سنا من يوحنا بست شهور فهو الأعظم طبعا، لكن خدوها على مجد العهد الجديد. إنه إن كان يوحنا المعمدان بيقفل العهد القديم بعظمة، وبيورينا كده شكل التقي اليهودي المثالي في العهد القديم، عز العهد الجديد وبركات العهد الجديد ومجد العهد الجديد، الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. يعني إذا ما يتقال أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. يعني إحنا أخذنا عز ومكانة ومجد وفرصة أكتر من أنبياء العهد القديم. ده مش معناه أن إحنا نتفوق عليهم في الكرامة، لكن مقصود بيها ملكوت السماوات في العهد الجديد المفتوح لأولاد العهد الجديد بأفراح العهد الجديد أعظم من كل المتاح ليوحنا في العهد القديم. ولأن ملكوت السماوات هو هنا السماء، يعني إذا كان يوحنا المعمدان اعتبر ملاكا ماشيا على الأرض، ففي الملكوت السماوي كلنا هنبقى أعظم من الملائكة. فيبقى بيتكلم على اعتبار ما سيكون. إذا خدناها تنطبق على المسيح له المجد تمشي طبعا، الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وإذا خدناها علينا يعني إيه؟ يعني مع عظمة يوحنا المعمدان، إنما إحنا كمان عندنا أفراح في العهد الجديد حتى يوحنا ما طلهاش. يعني كنا ناكل جسد المسيح ودمه، زي ما خدهاش يوحنا المعمدان. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يقصب والغاصبون يختطفونه. برضو الآية دي حيرت ناس كتير. يعني إيه من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يقصب؟ ده ما فاتش من أيام يوحنا المعمدان إلى زمن كلام ربنا يسوع سنة ونص سنتين. يوحنا المعمدان خدم كم شهر وبعدين المسيح له المجد ابتدى يخدم بعد معموديته، ويوحنا اتسجن وخلاص هيستشهد. فمن زمن يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب. يعني إيه ملكوت السماوات يخصب؟ لما تبقى في حاجة حلوة قوي والناس تجري عشان تعمل إيه؟ تخطفها، لأن اللي مش هيجري عليها مش هيلحقها. فيقول والغاصبون يختطفونه. يعني الملكوت ده إما كنتش تحس إنه حاجة غالية قوي وتجري بكل ما في وسعك عشان تخطفه هيروح عليك. فمن زمن يوحنا لما الناس اتفتحت عينيها وشافت يعني إيه ملكوت آتي،
يعني ايه المسيح جاي يخلصنا؟ يعني ايه السماء هتتفتح؟ يعني ايه الروح القدس هيملأ اولاد الله؟ العز ده كله محتاج ناس تختصب الملكوت اختصابا، تخطفه خطف، تجري عليه وتسرقه سرقة. يعني واحد زي اللص اليمين سرق الملكوت، اختصبه خطفه خطف، كان خلاص بيموت، انما لما امن وتاب واعترف بخطيته وشهد للمسيح خطف الملكوت خطف. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. من الان، من زمن يوحنا المعمدان لما ابتدى يقدم للمسيح وكرازة المسيح، الملكوت بيختطف، والى الان الكلام ده. يعني ايه؟ في ناس تسرق الملكوت سرقة، تبقى ضيعت حياتها في لخبطة وعاشت في خطايا، وبعدين ايه بكل ما فيها من حماس تتوب وترجع لربنا وتخطف خطف الملكوت الغالي ده، تخطف. فمعناها ايه؟ محدش هيدخل الملكوت اللي عارف قيمته، واللي بصص له كده باعجاب، واللي بياخدها جاري. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ اركضوا لكي تنالوا، لان واحد ياخد الجعاله، الجعاله اللي هي الجايزه. فلما يكون سبق الواحد مش هياخدها مشي، مش هيتمشى، لازم يجري. لما تكون حاجه غاليه قوي وبلاش، طب ما تجري عشان تاخدها. يعني الملكوت ربنا مقدمه لنا ببلاش، جه فدانا وراح يحضر لنا السماء، بس عاوزنا نجري عشان نخطفها خطف. لو ما جريناش يبقى ما نستاهلش. الجري ده بقى هو الصلاة، وهو السهر، وهو الجهاد الروحي، وهو الخدمة، وهو طاعة وصية ربنا، وهو محبة الناس. خدها جاري، لأن ملكوت السماوات يختطف، ما يتخدش كده على الهادي، ما يتخدهاش مع بلادة ومع كسل ومع تهاون ومع تخاذل. لا، ملكوت السماوات يغصب، والغاصبون يختطفونه. عاوز يقول ايه؟ في ناس بتسرقها سرقة. كلام ده كمان ينطبق على اليهود. ليه؟ بينما اليهود قاعدين يتفرجوا على يوحنا المعمدان ومش عاجبهم، دي لسه هتيجي، ويتفرجوا على ربنا يسوع له المجد ومش عاجبهم، جم الامم على الجاهز وسرقوا الملكوت سرقة، خطفوه خطف. ما فاتش كم سنة بقى مئات الالاف من الوثنيين مسيحيين، ولسه اليهود بيعنده ويقولوا هو ولا مش هو. فقال لهم بصوا بقى، من دلوقتي ورايح ملكوت بيخصب والغاصبون يختطفونه. اللي يلحق، اللي يلحق. انتوا قاعدين قدامكم النعمة كلها يا يهود، جالكم يوحنا يفرش السكة، وجيت انا اقدم لكم الملكوت كله، وانتوا قاعدين متخاذلين. بس لازم تعرفوا ان الملكوت يخصب والغاصبون يختطفونه. يعني ما كنتش تاخدها كده بمنتهى الحماس وتشغل عقلك وقلبك طول الوقت، مش هتطلها، لأنها حاجة غالية، وتاخدها بحماسك وبغيرتك عليها. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. يعني كل مسار العهد القديم كان آخر يوحنا المعمدان، وكده ربنا يسوع بيوضح أنه انتهى العهد القديم. من جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، لكن متى جاء المسيح توقفت النبوءات عن مجيئه. خلاص المسيح جه. عاوز يقول انتوا لسه يا يهود هتستنوا مسيح تاني؟ وخلاص المسيح جه. عشان كده الواحد يبص لليهود الموجودين النهارده يقول مستنين ايه؟ ما جه خلاص. كان لازم تسمعوا كلام المسيح يوحنا لما قال انت الاتي ام ننتظر اخر، طلع هو الاتي. انتوا لسه مستنين الاتي؟ ده فات على الكلام ده 2000 سنه. من يوحنا، من قبل يوحنا الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، عشان يوحنا يكشف كده، يفتح الستارة عن الآتي، عن المسيح الآتي. لسه اليهود النهاردة عليهم غشاوة على عينيهم، وجي المسيح لغاية عندهم ولم يغتصبوا الملكوت، وراح من إيديهم الملكوت عشان ما صدقوش اللي زي يوحنا المعمدان. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. برضو الآية دي حيرت ناس كتير. ليه؟ لما سئل يوحنا المعمدان أئيلي أنت؟ قال لا. طب ربنا يسوع له المجد بيقول إن أردتم أن تقبلوا هذا هو إيليا المزمع. يعني هو إيليا ولا مش إيليا؟
اللي حل الإشكال ده ببساطة الملاك اللي جه لزكريا النبي أبو يوحنا قال له يأتي بروح إيليا وقوته. لما سأل يوحنا أنت إيليا؟ قال لهم لا أنا مش إيليا، لأن احنا ما عندناش تناسخ أرواح، وإيليا مش جه تاني ومات، لا، إنما يوحنا أتى بروح إيليا، يعني كما كان إيليا روحه نارية وغيور على خلاص شعبه ويشهد للحق مهما حصل، وقف قدام أخاب وتحدى الشر اللي في زمنه، هكذا أتى يوحنا شاهدا للحق بروح إيليا وقوته. ولأن النبوة في ملاخي بتقول يأتي إيليا قبل يوم الرب العظيم، لازم إيليا يجي يسبق المسيح. قال لهم إذا كنتوا دايما بتقولوا لا ما ينفعش يبقى ده المسيح لأن إيليا ما جاش، أقول لكم بقى إيليا بتاع النبوات اللي قال عنه ملاخي هو ده يوحنا المعمدان اللي ما عجبكوش اللي رفضتوه. فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، هما مستنين إيليا يسبق المسيح. قال لهم ما هو ده إيليا، لأنه أتى بروح إيليا وقوات، مش لازم إيليا نفس، وربنا يعني ما عنده أنبياء كتير. فإذا مش مقصود أن يوحنا هو نفسه إيليا، ولكنه أتى بروح إيليا. عشان كده قالها لهم إزاي، إن أردتم أن تقبلوا، يعني لو عاوزين تصدقوا الكلام، لما ملاخي قال لازم إيليا يأتي قبل مجيء يوم الرب العظيم، هو ده إيليا اللي جاء قبل مجيء يوم الرب العظيم. وما زالت الآية دي ستتحقق قبل المجيء الثاني، يأتي إيليا الحقيقي بقى قبل مجيء المسيح على السحاب عشان تبقى الدينون. إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. كمان إن أردتم أن تقبلوا فيها إشارة جميلة، إن رفض الواحد لصوت ربنا بإرادته الحرة. في ناس تقبل الكلام وفي ناس ما تقبلوش، في ناس تاخد الكلام على نفسها وفي ناس ما تاخدوش، في ناس الكلام يدخل قلبها ويغير في حياتها، وفي ناس تسمع كما لقوم عاد. طب مرتبطة بإيه؟ إن أردتم أن تقبلوا، هو أنت فاتح قلبك ولا قفله؟ هتقول لا دي مش في إيدي، لا دي في إيدك، في إيدك، لأن الكتاب بيقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. يعني الأساوة دي إرادة من الإنسان، ممكن الواحد يبقى مش عاوز يتعلم، مش عاوز يستفيد، مش عاوز يتغير، مش عاوز يتوب، وفي واحد يبقى قاعد مستعد للاستفادة قلبه مفتوح. الشعب اليهودي البسيط كان مستعد للفايدة، فحبوا يوحنا المعمدان وتابوا على أيديه وقبلوا المسيح له المجد هو الآتي. الفريسيين والكتبة والمعلمين في كرامة وفي كبرياء وفي مجد وفي حاجات هيخسروها، رفضوا يوحنا ولم يرضوا أن يقبلوه كنبي، ورفضوا المسيح له المجد كإله ومخلص وهلكوا. إن أردتم أن تقبلوا يعني إيه؟ يعني الحكاية رجع لكم انتم، هذه في ناس كثيرة بتقبل، أنتم مش عاوزين تقبلوا ليه؟ العمي يبصرون والبرص يطهرون، الشياطين يخرجون والموتى يقومون. إن أردتم أن تقبلوا، يوحنا هو اللي قال عنه الكتاب هو إيليا يتقدم الطريق، هو الصوت الصارخ في البرية، هو الملاك اللي يعد الطريق، كل النبوات دي انطبقت على يوحنا عشان يتقدم الطريق أمام المسيح. إن أردتم أن تقبلوا، يعني الحكاية واضحة جدا بالذات لليهود، واضحة جدا ومنطبقة تماما على كلام الأنبياء، إنما ملكوت السماوات يخصب، ما يتفرضش على حد بالعافية، تمد إيدك تخلق وتخطفه خطف كده أو تتفرج عليه وتقعد تتساءل، وده اللي هيقوله دلوقتي. من له أذنان للسمع فليسمع، يعني إيه؟ فتح ودانك عشان تسمع، عشان تقبل كلمة الخلاص اللي ممكن تغيرك وتحضرك للملكوت. وبمن أشبه هذا الجيل؟ لأن اليهود رفضوا يوحنا كما رفضوا المسيح له المجد، قال لهم أنا هشبهكم تشبيه أنتم عارفين، يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون. يبدو دي كانت، البعض بيقول مثل بلدي عند اليهود، والبعض بيقول كانت لعبة عند العيال في السوق في اليهود. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطم، يعني بالبلدي
يعني مش عاجبك حاجة، ناس بتزمر وتهيص انت مش عاوز تهيص، ناس بتلطم وتنوح انت مش عاوز تبكي، طب امال عاوز ايه؟ ده مثل عند اليهود، فربنا يسوع له المجد استخدمه عشان عاوز يقول لهم اصل انتوا ما بيعجبكوش العجب، يعني انتوا مش عاجبكوا حاجة خالص. طب تقصد ايه يا رب؟ جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب من الزهد والنسك. يوحنا المعمدان راجل في البرية بيأكل بحساب وبيشرب بحساب، الحكاية يعني فوق طاقة البشر، مش يقولوا ده شخص عظيم من محبته لربنا عايش في نسك ووحدة يقولون فيه شيطان. ده زي ايه؟ نحنا لكم فلم تلطم. يعني يوحنا جاء ايه؟ وجع قلب الناس بالمثالية العالية دي، يعني بكت الناس على الرفاهية اللي هم فيها بهذا الزهد والنسك والتقشف. إنما ياريت الناس بكت على حالها وتابت، ما عجبهاش يوحنا المعمدان، وبدل ما يمجدوه كنبي قالوا ده فيه شيطان عشان ما بيأكلش زي الناس ما بيشربش زي الناس، هو اللي فيه شيطان. جاء ابن الإنسان المسيح له المجد يأكل ويشرب، ربنا يسوع سهل المأمورين، جه بقى ياكل ويشرب زي كل الناس، مش يقولوا بس دي كده احسن لنا نقدر عليها، كده نقدر نمشي ورا المسيح الطيب البسيط اللي خلانا نقدر نعيش العيشه دي. يعني ممكن الواحد يعيش صح خالص وهو في الدنيا وياكل ويشرب، بدل ما يقولوا طيب احنا ما كناش قد مثل يوحنا، كويس نعرف نمشي ورا المسيح اسهل، يقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر. يعني كما اتهموا يوحنا باطلا أن فيه شيطان، اتهموا المسيح باطلا أنه أكل وشريب خمر. المسيح له المجد بيأكل ويشرب عادي زي الناس، عشان يفهمنا أن اللي ما يقدرش عن نسك الزيادة بتاع يوحنا برضو له طريق، برضو منه أمل، وإلا نفقد الأمل. عارفين لو المسيح له المجد كان جه هو كمان زي يوحنا عايش في الصحراء لا يأكل ولا يشرب، كنا احنا قلنا كده ايه ده مفيش فايدة، طب احنا بناكل وبنشرب وعايشين في الدنيا. انما ربنا يسوع له المجد سهل الطريق وقال بصوا ممكن تعيشوا صح، تحبوا الناس تخدموا الناس وتعيشوا باستقامة وتأكلوا وتشربوا وتفرحوا الحياة الطبيعية وتشتغلوا في الدنيا وكل حاجة. فربنا يسوع له المجد مثل اعلى لينا ماشيين وراء كلنا، يا جزء ابائنا الرهبان القديسين ماشيين وراء يوحنا المعمدان وربنا مدحه جدا، ده حلو وده حلو، لكن القاعده الاعم ايه؟ بتاعت ربنا يسوع ياكل ويشرب. انما الناس لا عاجبها كده ولا عاجبها كده، لما شافوا المسيح بسيط كده ومتبسط قالوا ده اكل وشريب خمر، محب للعشارين والخطاب. وهي دي بقت عيبه، كونه يحب الخطاة دي بقت تهمة، هي بقت تهمة، هما مش بيقولوها كميزة، احنا النهاردة شايفينها ميزة لأننا خطاة. إنما اليهود كانوا بيشتموا المسيح بالكلمة دي، بيقولوا ده بتاع الحرامية محب العشارين والخطاة، ده اللي معاشر أسوأ الفئات البشر. فزي ما شتموا يوحنا المعمدان وقالوا أصل فيه شيطان ما بيأكلش وما بيشربش، برضو شتموا ربنا يسوع له المجد وقالوا أصله أكل وشريب خمر محب للعشارين والخطاء. أدي زمرنا لكم فلم ترقصوا ونحن لكم فلم تلطم. زي واحد إيه يبقى مش عاجبه الحال، تلاقيه مثلا يتريع على الأباء الرهبان، طب أنت يا سيدي مش راهب ومش قد الرهبان، يا بختهم ده حبوا ربنا لدرجة مشتاقين يعيشوا معاه طول الوقت وترفعوا بقى عن الاحتياجات الطبيعية وعن الرفاهية وعن الأكل والشرب والجسديات واشتاقوا يعيشوا السما من دلوقتي، انت اللي هتحكم عليهم وتقول دول فيهم ومفهومش؟ وبعدين نقول له طب انت ما انتش راهب، تعال بس حب الناس وخاف ربنا وامسك في ربنا وتوب وامشي مع ربنا يوم بعد يوم، يعني في سكة اهو. يقول أصله وفصله، طب ما أنت مش عاوز، أنت مش عاجبك حاجة، أنت قاعد في السوق تتفرج على الناس وتتريق على الناس، إنما أنت مش عاوز تاخد سكة، لا عاجبك ده ولا عاجبك ده. وده حال ناس كتير قوي اللي ما بيعجبهمش العجب، عشان كده ختم كلامه وقال والحكمة تبررت من بنيها. يعني إيه؟ يعني أولاد الحكمة هم اللي يبرروا الحكمة.
يعني اللي هيمشوا على خطوات يوحنا المعمدان هم اللي هيوروا للناس كلها عبر الأجيال إزاي السكة دي سكة جميلة للسماء. وطبعا الناس اللي هتمشي وراء ربنا يسوع له المجد ما هو نفس الطريق، نفس الطريق، إنما ربنا يسوع له المجد هو اللي عاش في الدنيا أكتر، فاللي هيمشي وراء خطوات ربنا يسوع له المجد هيتعلموا الحكمة ويبرروا الحكمة. يعني يبرروا الحكمة يعني يثبتوا للناس إن طريق الحياة المقدسة ممكن يتعاش في الدنيا، طريق التقوى ليس مستحيلا، فالحكمة تبررت من بنيها. يعني في أولاد هيمشوا ورا سكة ربنا يسوع ويثبتوا للتاريخ كله إنه طريق القداسة مش بس في الدير وفي الرهبنة وفي الوحدة وفي الصحراء، برضو في الدنيا وسط الناس ومع الأكل ومع الشرب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.